سلام عنوان رئيسي، وخاصة لما بيكون موجود على كل الأراضي اللبنانية، وخاصة لما بيكون ضمن كل النشاطات شو ما كانت تحمل عناوين، إن كانت اجتماعية فنية ثقافية وغيرها. هالشي رح تطرحه اليوم هادية، ورح تخبرنا عنه أكثر مع ضيفة على الموضة. صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما عم يحضرونا. بنعرف على طول عالم الموضة عم بيكون له رابط كتير بكل اشياء عم بتصير، من اشياء خيرية واشياء كمان بتدل للسلام. الاسبوع الجاي رح يصير حدث وهو جورني دو لابي، رح يخبرنا عنه اكثر المنظم الايفنت نبيل ثابت اللي هو السي اي او لبي ايفنت ان في ار. صباح الخير مسيو نبيل. جورني دو لابي هيدي لثالث سنه على التوالي، وانت من اول الناس بيعملوها بلبنان. اذا فيك تخبر اكثر مشاهدينا عن شو هي نهار السلام اللي عم بصير مره بالسنه، وكل مره عم بيكون لجود كوز منا بيعرفوا الاشياء اللي عم بتصير بالبلد، بالاضافه عم بتكرموا شخصيات عم بيعملوا اشياء عم تبرز اسم لبنان بطريقه سلميه. قلت كل شيء تقريبا، ما بعرف فيني اقول شيء انا. هو مبدئيا خلقنا هالنهار السلام من 33 سنه بالعالم على طلب الامم المتحده، وكوفي انان وبن كيمون طلبوا انه كل بلاد العالم يلي تابعه لليونايتد نيشنز يحتفلوا بهالنهار، ولاحظت من 3 سنين انه ما حدا عم يحتفلوا بلبنان. بلبنان قررت اخلقه، خلقته بلبنان بكازينو لبنان، وكان في سفراء ونواب ووزراء ومن الفينيل اجوا من الجنوب الكوريا عملوا الشو تبعهم. المهم انه وجبنا ادريانا كارامبو كمان، اخذ عملنا اللونشينج تبعه، تعين مدام منى هراوي شرفتنا تكون هي عربتها هالنهار، وليلى الصلاح تعينت كفاندو لاني دو لابي 2012. هذيك السنه كان ثقافه ورياضه. ثقافه كان عندنا 45 بينتر بزيتونه باي، وكان عندنا 40 بايلوتس كاكتينج ريسرز بالزو. واو. جبنا كيف قدرت تجمعون؟ سبق للنسوان. عملنا سبق للنسوان، ربحته صحفيه نايلة شكيبان. كان في سبق للرجال بس بريفيوس بايلوت، يعني بيلي كرام وناجي حنيني وكلهم الاسماء كلها كانوا معروفين اللي كانوا بريفيوس بايلوت، اللي هلا صاروا بالخمسينات بدنا نشوف كيف بيسوقوا. بعدين عملت سبق للبريس، واحد للنسوان وللميديا، واحد للنسوان واحد للرجال. فيوتشر ربحت الرجال، والبيكاسو ربح النسوان. المهم هالسنه اللي هو اهم، ومن شهر كنت هون وبتشكر فيوتشر على اهتمامها بهالحدث هذا اللي هو حدث لبناني اكثر ما يكون لشو ما كان. مزبوط. ودعم فيوتشر مهم كان ومهم هو هلا حاليا بهالحدث. هالسنه رح يكون فوتوغرافي وموضة. فوتوغرافي طلبنا من 5 فوتوغرافر اللي تعينوا من نيكون. اوكي. اللي عينون لحتى ياخذوا صور ل5 ديزاينرز ب5 اماكن سياحيه، تراثيه اكثر من سياحيه. لحتى بس كلها مثلا منهم اماكن لما الواحد السواح بده يجي، وهيدا مثل هدول مثل ماست هاف، الواحد يروح ويزوره. مش ماست هاف، هيدي لازم تدخل بتراث كل واحد بالعالم يجي يشوف هالتراث هيدا، لان عنده تاريخ كبير. هالتراث عندنا بلبنان، خلق الالفابي خلق عنا، يعني الاحرف الابجديه. بعدين خلق الجوريسبرودانس خلقت عنا، وبعدين خلق التجاره، وهالثلاثه هن اللي دايرين العالم. دايرين العالم اليوم. نحن عن جد لبنان، الواحد بلبنان بيستهنى يعني ما، وهيدا لازم نعرفه بالخارج. مظبوط. ونحن كشخص اشخاص ما فينا نعرفه الا
من عن طريق الميديز. مزبوط. بس على كل حال بتخيل لبنان عم بيثبت هالشيء عالميا بكل المجالات اجمالا، اللبنانيه اجمالا. ما في شك. طيب اختياركم لخمس اماكن، المصورين تم اختيارهم عبر نيكون، الاسماء المصممين كمان كلياتهم يونغ ديزاينرز، عم ببلشوا متخرجين من كم سنه، عندهم استوديو تبعهم، عندهم استوديو وعندهم زبونات. على كل حال نعرف اكثر هلا عن المصورين والمصممين، ننتقل بنشوف سوا هالريبورتاج يلي تصور بخمس اماكن كمان احلى بلبنان. بعتوا انتم الكاميرايات يصوروا وهلا رح نشوفهم سوا الشوتينج تبعهم. فوتو شوي بعيد عن كل شيء عم نشوفه بشع حوالينا، واشتغلنا از تيم اون فوتوغراف وديزاينر كرمال نعمل شيء حلو كي ريبريزونت لو ليبان بطريقه حلوه بهالجورني دو لابي بالعالم. عم نحتفل بنهار السلام بلبنان وبالعالم، قررنا ننقي سور الفينيقي يلي هو بالنسبة لإلي شخصيا هو من أحلى محلات الموجودة بلبنان وما كتير بنحكي عنه. سريعة شي شوي سوريال تكون شوي ديفرنت، تنبين الأرز بطريقة شوي ديفرنت، مع لأنه هي تيبا كمان بيساعدوا يكونوا شي شوي غير اللي بنشوفه عادة. عم نعمل فوتوشوت مش هي بيرسونيل، ما في كليون، عم نشتغل كلنا تيم ورك. هو المطلوب منا لهالكومبيتيشن نعمل 7 اوتفيت، في اوتفيت لازم يكون خاصه بلبنان، اوتفيت ثاني لازم ننقي له غنيه، وخمسه اوتفيت باقيين مثل ميني كولكشن لكل ديزاينر. حبينا بيت الدين تشارك بنهار العالمي للسلام، كون بيت الدين هي مركز سياحي ثقافي بلبنان. أنا كنت أوريدي عاملة ماي أون كولكشن اللي هي انسبايرد من جيبسي كوين هيدا التيم. سو لما عرفت إنه أنا بدي أتضامن بالبيس، خليت الجيبسي كوين يضل بس يجي من تراث اللبناني. أنا بالنسبة لي بيعني لي اللي بيجمع كل شيء بلبنان، كل الطوائف، كل الكولتور اللبنانيه موجوده هون. بكل مكان كل مصمم حتى كل مصور حاول يفرجي الاشياء تبع المركز اللي عمله، مثلا ببيت الدين بنحس التصاميم تبعيتها تحولت ورجعتنا على تاريخ بيت الدين. وكل حدا هيك قدم طريقه بالايدنتيتي تبعيته يلي معروف فيها اجمالا. هيدا هدفنا انه نورجي التراث اللبناني من وراء عيون الشباب، عيون الشباب وتشيب المصممين. طيب مثلا شو البنفيت للمصممين ولهذا الحدث عالميا اجمالا؟ الحدث العالميا
كان عندنا اخر جمعه الماضيه البريس كونفرنس وقدمتوا الجائزه. ما في جائزات؟ لا مش قدمنا سمينا ماي الخليل ماي الخليل ك ربون السلام اجمالا هي لا فام دو لاني دو لا بي تبع 2014 يعني تبع السنه الماضيه 2014 هالسنه انسه السلام اللبناني اللبنانيه ل 2014. هلا على الخارج كيف بدنا؟ كان في وزير الثقافه ووزير السياحه كانوا موجودين بالمؤتمر الصحفي. رح نطبيع 3000 لما 5000 نسخه من هالبروشور هيدي يلي هي رح تتوزع بكل بلاد العالم اترافير من الاوفيس دو توريسم الاوفيس دو توريسم واليو ان كمان بكل بلاد العالم لحتى وفيها بقلبها رح يكون فيها المعلومات الصور اللي شفناهم هلا والمعلومات عن التراث اللبناني بالخارج. لكن هيدا هدفنا هالسنه. اوكي يعني نوجه لا حابب اشكر كمان بعرف من التلفزيون هلا بس بتحب. قبل ما تشكر بدنا كمان نخبر عن ب 19 الشهر هيدا اهم شيء الديفيلي اللي بده يصير هو على حسب ما خبرتني حيصير ب 19 و20 بالزيتونه وشكله الديفيلي رح يكون معمول بطريقه كمان مختلفة ومميزة مزبوط. وبتحس رح تعكس السلام بطريقة حلوة. هي مبدئيا انا كنت بالموضة 12 سنة بقى السيناريو اللي عملته هالسنة قلت بدي خلص تكسر الروتين فاشن شو في كل يوم في فاشن مزبوط. شو بكل زاوية في فاشن شو قلت انا بدي اعمل شيء جديد وعملنا قررنا نعمل فاشن شو هو في عندك كات ووك العادة ولكن بعدين توصل الموديل في حيط وبتبرم لا تطلع عندك تطلع على الحيط تطلع على الحيط تمشي هيك بعتقد في عندكم صوره منها اوكي خلينا نشوفها انا شفتها بعد بعتقد عندكم صوره منها بتطلع على الحيط يا حيي هيدا التريننج أوكي. بس تأملي هالمره هيدي ولابسه التياب لابسه التياب وشعراتها نازلين وكل شيء حيكون شيء فيري سبيشال اول مره بالعالم عم بتصير رح يكون عنا الفيرست تايم بلبنان بهالفاشن شو عملناه كان مصمم ينعمل بمحلين بعدين عملناه بزيتونه باي ليه لان زيتونه باي اول كل شيء حابب اتشكرهم لان تاهلوا فينا وساعدونا كثير من المديره تبعيتها تبع زيتونه باي دينا حداد اللي هي ساعدتنا وفتحوا لنا البواب لحتى نقدر نعمل هالشو هيدا. هالشو هيدا رح يكون على الدرج الكبير تبع زيتونه في منطقتين، منطقه للسبونسوريه ومنطقه للجيس وبعدين كل حوالي على الدكس وين في البوابير وعلى البلاكين المحل الاماكن العامه رح تكون بابليك بيقدروا يشوفوا يعني سو يعني للاشخاص يلي هلا عم يحضرونا وطلع بالهم ينزلوا يحضروا هيدا العرض فيهم يكونوا موجودين واذا بدهم يفوتوا على البرايفت سكشن هيدا بيكون عندنا انفيتيشن 19 و20 الساعة 7:30 و 19 و20 رح يكون العرض مختلف اما هو ذاته رح ينعاد هو ذاته رح ينعاد لان في كثير ناس بدهم يشوفوه قلنا بنعمله هونيك وعنا ببلش الساعة 7:30 من 7:30 يعني 9:30 بيخلصوا وبعدين بيروحوا بيتعشوا بالمطاعم تبع زيتونه باي بيكون صار في اكتيفيتي يعني وان شاء الله السنه الجاي اوريدي قررتوا شو حيكون الثيم تبع جورني دو لابي بدك سكوب انت انا شعبي بس على كل حال بتخيل هالمره السكوب هي شو اسمه عالم الموضه التصوير والموضه بتخيل هو اكثر شيء بهمني السكوب هو ميوزك اند دانس اوكي كمان اكثر من هيك ما فيني لا لا اوكي بس لكن هلا نشوف الشباب طالعين عالمي وكبير اوكي بتخيل لازم تعملها بفترة النهار الميوزك داي لا اللي بصير لا مجبور اعملها بين 24 سبتمبر لازم تكون بهذا السلام. اوكي بتعمل بتبلش تعملها الانترو من جوان على كل من جوان ببلش نحكي عنها ايه على كل حال بتمنى لك كل التوفيق واكيد ان شاء الله بتكون ب 19 الشهر ايه رح نشكر اكيد كل البارتنر يلي هن فيراري زيتونه باي واليس دي ونيكون وبوتيك جيمون تنورين ميدل ايست اي اي اي
مين ميوزيم مطرح ما عملنا البريس كونفرنس لان من على فكره شكله هيدا الميوزيم شكله كثير مهم بجنن بجنن محل بيطير العقل عامله سليم ادي برايفت فيرست كولكشن بالعالم هيك سمعنا عنه ان شاء الله بكره بالايام الجايه كمان بنعمل شيء عنه على حال نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله ب 19 الشهر 19 سبتمبر رح نكون موجودين بزيتونه بي لنحضر هالعرض وكمان نهار السلام رح يكون مميز كمان ويمثل لبنان بطريقه كثير حلوه وهيك تنتهي فقره على الموضه مع جورني دو لابي ونكفي سوا بقيه فقرات عالم الصباح شكرا لهاديه ومسيو ثابت اكيد بعد لحظات رح نكون مع بالسينما ورشه ملح وخفيف نظيف خليكم معنا